Mini studio. هاي لكل اصحابنا يلي ناطريننا مثل كل يوم على الساعة 4 على شاشة الام تي في، ميني استوديو اليوم ومثل كل يوم عنده فقرات وعنده اخبار كثير حلوين لكم بس، رح نبلش حلقتنا اليوم بجاسبس واليوم كمان عندي خبريتين كثير حلوين لكم، أول خبرية عن بلانش نيج اللي ساتنا، بلانش نيج اللي ساتنا أو السبع أقزام كانوا بالأول أول ما بلشوا يعملوا الفيلم أكثر من 50 قزم، اخترعوا أكثر من 50 شخصية لهدول الأقزام وبلشوا يشيلوا منهم، صاروا يشيلوا ويشيلوا 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 لبقي بالأخير في بس سبع أقزام، وهيك طلع الفيلم على التي في والكل حبوه، وصار يمكن من أكتر الموفيز يلي انحضروا لديزني تشانل هو سنو وايت. هلا رح نحضر من سنو وايت موفي كتير مهضوم أو بالأحرى ميوزيك فيديو، ومن بعدها أكيد في خبرية تانية خليكن عم تتابعونا. Hi. I chased a polecat up a tree way out upon a limb, and when he got the best of me, I got the worst of him. خمسين قزم وكل قزم عنده شخصية، يعني مثل ما شايفين في القزم مثلا العصبي كتير، القزم اللي بيستحي كتير، القزم اللي بيضل ساخن أو مريض، يعني تخيلوا في أكثر من 50 شخصية وكل شخصية عندها كاركتير خصوصي فيها، قدروا يشيلوا منهم لصاروا بالأخير بس سبعة وطلعوا بسبع أقزام بهيدا الموفي. تاني خبرية لليوم هي عن سيلينا غوميز عن موفي نزل لها اسمه سبرينج بريكرز. سبرينج بريكرز لما نزل هو فيلم حلو ومهضوم وكوميدي، نزل وعمل ضجة كتير كبيرة. الخبرية اليوم انه في جزء تاني لهيدا الموفي رح ينزل قريبا، فاذا لكل يلي بيحبوا سيلينا غوميز انتو على موعد مع سبرينج بريكرز 2، خليكن ناطرين لانه رح نقلكن قريبا اي متى رح ينزل، هيك فيكن تنزلوا على السينما انتو وتحضروا، اكيد تبعتوا لنا الفيدباكس تبعكن عبر بيج ميني ستوديو وتويتر ميني ستوديو انستغرام ميني ستوديو. هلا رح نحضر سلو داون لسيلينا غوميز ومن بعد حلقه ميني ستوديو رح تبلش. كيفكن اليوم؟ حلقتنا اليوم بتحكي عن الماسك أو القناع بالعربي. الماسك موجود على وجه الأرض من كتير زمان، صوروا من 10,000 سنة، يعني من رجال الكهوف كانوا يعملوا ماسك على شكل حيوان وكان يلبسوه قبل ما يروحوا يصطادوا الحيوانات، أكيد كانوا يصطادوا الحيوان تياكلوا، وهيدي كانت الطريقة الوحيدة تيقدروا ياكلوا ويتغذوا. فإذا من بعدها أكيد تطور الماسك، وكان الماسك بيختلف من فترة لفترة، أوقات كان يغطي بس العيون، أوقات العيون والمنخار، وأوقات التم والوجه
كله. فإذن الماسك كمان استعملوه اليونان من أكثر من 2500 سنة بالمسرح، وكانوا يلبسوا الماسك أو القناع ويعملوا مسرحيات للإله تبعهم تيقلهو، ويعملوا أكيد كمان إشياء كتيرة بواسطة الماسك تيسلوا الأشخاص حواليهم. وبعدين اتطور هالشي وصار في أكيد المسرح والكوميديا ديلارتي بإيطاليا يلي بيستعملوا دايما الماسك. بعد شوي بمينيسيو جو راح نشوف أشكال مختلفة من الماسك، وأكيد أنتو عندكم بالبيت كمان ماسك، روح بسرعة حطوه واحضروا في مينيسيو جو لأن راح نبلش هلأ. هاي هاي لكل يلي عم يحضرونا، بتتذكروا السؤال يلي سألتكن إياه؟ أكيد راح تتذكروه لأنه نحنا اليوم كلنا محمسين نشوف المونديال هالسنة، وبتعرفوا كتير منيح وين رح يصير؟ بالبرازيل. مين جاوب على هيدا السؤال؟ فيكي شيرتيجيان كيرفورك، وأكيد رح تربح هدية خلينا نشوفها كلنا سوا مع بعض. مبروك، الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلايجراوند. مبروك فيكي على هيدي الهدية، وبعرف إنه في كتير عالم ناطرين اسألهم أسئلة كرمال تجاوبوا هن كمان مثلك. سؤالي لليوم هو كتير هين، غنية اشتهرت هالسنة وبتحكي عن الفرح أكتر شيء، أكيد عرفتوا شو هي. إذا بتعرفوا تجاوبوا على هيدا السؤال ما لكم غير تعملوا مثل فيكي، بتفوتوا على الفيسبوك بيج تبع ميني ستوديو، بتعملوا لنا لايك وبتجاوبوا على هيدا السؤال. أنا مأكدة إنه كلكم ترقصوا عليها وبتحبوها. يلا خلينا نشوف مين رح يجاوب على هيدا السؤال أسرع شيء. مبروك، الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلايجراوند. بدي أصير حكيم. لا لا، بدي أكون فريق ميني ستوديو. لا حكيم، بدي ألبس السماعة اللي بحبها. بدي يكون عندي الطيارة لأبرم العالم وعمر بيت مع جنينة كتير كبيرة. بدي أجمع مصاري لسعيد كل الناس، لهيك عم حط مصاري بالإجرة كل يوم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين، اسألوا عن خدمات المخصصة لأولادكم من البي ال اف. جابرييل حكيم بحب الفيديو جيمز كتير وما بحب أبداً يضل بالبيت. ماريلين راسي بتحب كتير الشوبينج وما بتحب الدرس. موضوع حلقتنا مثل ما كلكم صرتوا تعرفوا اليوم عن الماسك، بس نحن هلأ رح نطلع شوي من الموضوع ورح نلعب كلنا سوا اللعبة اللي بتنطروها كل يوم 1 minute at BLF. بآخر هيدا اللعبة شخص رح يربح اليوث باكج من بانكي بانو فرانسيز، يعني بطاقة بتخليه يحصل على حصومات بمحلات عديدة، يفتح حساب باسمه ببانكي بانو فرانسيز وأكيد $100. مين رح يكون الرابح تبع هيدا الكادو يلي كتير حلو؟ رح ننطر ونشوف بآخر اللعبة. Start game Gabriel. 10,000. 10,000. إذا غلبطت كبوس عليهم مطرح ما عم بيروحوا لا يرجعوا لمحلهم. إيه؟ 20,000. 20,000 هي تاني وحدة من ميلة فوق. تاني وحدة. أوكي. 51,000. 50,000. لا. بص على الخمسين مطرح ما راحت وحط بعد ألف. أوكي.
60 جلي في التابلت ليمشي الحال. اوكي وحده ثانيه 125 خلص وقتك جابرييل والسكور تبعك هو 305 نقط. قد ايه معقول يكون سكور ماريلين؟ رح ننطر ونشوف. بلاي اجين. 5000 هيدي 10 نحن بدنا 5 اكبسي عليها. الخمسة هي أول وحدة من فوق. 5000 بعد مرة 20 اوكي بعد وحده من هيدي مزبوط 30000 لا هيدي 50 نحن بدنا بس 30 20 بعد 10 هيدي 1000 وحده ثانيه 125 خلص وقتك ماريلين والسكور تبعك هو 455 ومع هذا السكور بتكون ماريلين اللي ربحت معنا لليوم. رح نقول لها كلنا سوا مبروك ونشوف شو هديتها. اكيد بدنا نقول لها جابرييل ميرسي كثير لانه جيت لعنا. خليك حدي لنشوف كلنا سوا شو هديه ماريلين. ومن بعد ما نشوف هديه ماريلين رح نطلع ببريك صغير ورح نرجع. ما تروحوا لمحل. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار. مبروك. وتأكبر بدي يصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. ميني ستوديو شوفوا هالولد هلا كيف رح ينزل عند أهل الدرج. برام مهضوم هالولد، كانت فكرته ما حدا قال له انه هيك لازم ينزل. ضحكني. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هيدا الفيديو، ومثل ما بعثوا للعالم يلي صوروا لهيدا الولد الفيديو على الفيسبوك بيج تبعنا، انتم كمان ما تنسوا اذا بدكم تصوروا كوزيناتكم، اخواتكم، او عندكم انتم فيديو مهضوم وبضحك تبعتوا لنا اياه على فيسبوك بيج او على تويتر او على انستغرام او على كل وسائل السوشيال ميديا، نحن وين ما كان موجودين فيكم تبعتوا لنا الفيديو تبعكم وانا فرجي هون ب funny videos. باي. ايه دومينيك شو حبيبي؟ ايه كل شيء جاهز اكيد دومينيك الاشهر ناطره النهار. ايه لا ما عم تسمع الصوت. لحظه بعتذر لاني تعبت حطيت الاباري على ليكي. اكيد يا دومينيك حي الشنطه هون حدي خلص هلاو. ايه غير شكل بكره روحه غير شكل. ايه ليكي اوعى تفكري انت اسرع مني. انا تحت المي اسرع ما من فوق المي. لكن انت عم تحكي مع السباح لو شامبيون. ايه رادون لو شامبيون. وبكره بنشوف. يلا ليكي مشغوله. طيب يلا اصلا حكينا كثير ووجعتني دانتي يا دومينيك. يلا باي باي باي. شو على دومينيك المهضومه هيدي؟ ها يلا رادون. لا للوس محمس لبكره. طبعا طبعا طبعا. ليش انا عم نام؟ انا بقول ناطر صار لك. ايه جمعه مثل ما هي هيك. سكر عيوني يفتحوا سكرهم يفتحوا. بحر يقولوا لي بحر. ايه بدهم يروحوا على البحر. بدهم يروحوا على البحر. محمس يعني طبعا وريدي. اوعى تقول لي ماني ريدي. انا ريدي. بلا ريدي مبين ريدي. هي الشنطه مزبوط عشان تطلع البحر. فيها كل الاغراض كل شيء. بكره بدنا نمشي بكير رادون. عم تعرف عم يصير عجقة سير. طبعا فلنتجنب عجقة سير بنروح بكير. اوكي واكيد الكل ان حكيت هلا مع دومي انت صح؟ كله ان. اوكي جيب هالشنطه لنشوف شو فيها اغراض. حطيت فيها كل كله 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 اللي عم تحكي مع رادون انت يا حبيبي. طيب جيبها لنشوف. يلا ها شو بدك؟ الاكرامه مثلا. شو الاكرام؟ اكرام شو يعني؟ اللي بيحميك من اشعه الشمس.
بس هو خايف على بشرته البيضة يعني. لك ما لاقي مهضوم مهضوم. شو بدي بقولك رانا؟ ليش انا رح اقعد اعمل برونزاج؟ لا اسمح اسمح اسمح. لا رادون ضروري لو عم تسبح ولو عم تعمل برونزاج انه تحط اكرام. طيب بياخذوا من عنده. طيب تاخذوا من عنده. يلا شو بدك؟ شو بدك؟ المنشفة. المنشفة ردي. انا بقول منشفتك حلوة. ايه ليك انا ما كثير بحب الالوان. انا ما بحب الالوان. شو هيدا؟ هيدا غاز. شو هذا؟ شو شايفه؟ هي منشفتك تبع البحر رادون؟ ايه لا اصغر لازم تكون. هلا لا مش اصغر من هيك لازم تكون، بس بدنا بعد يمكن شي 10 منا بنوصلهم مع بعض بيمشي الحال. هي بدك تاخذها على البحر؟ ايه وشو لو هي باخذها على الثلج؟ اكيد بتروح على البحر. يا رادون ما بتنفعك هي للبحر، دبها خلص كمان بعطيك منشفه من عندي. ايه طيب ها خلص خلصنا منك. شو بعد ناقصك انت قل لي؟ شو بدك؟ شو؟ تتذكر اخر مره لما نزلت على البحر وحرقوك عيونك؟ ايه. إيه ليه حرقوك؟ لاني نزلت وقتها بلا ماسك. صح نزلت بلا ماسك إيه. على المي المالحه. صح. دونك جبت معك ماسك؟ يعني انت مرات يا إلي بحس ليك بتدرس اذكى مني. بس بهيك قصص ولا ممكن احدا قدك رادون. ماسك ما بيفهم. ما بيفهم. شو هيدا يا رادون؟ جرة غاز. شو هيدا؟ شو شايفة هيدا؟ هيدا ماسك يا إلي. يا رادون هيدا ماسك لتنزل فيه على المي؟ ايه ليه ما فيني؟ كيف في بدك تنزل فيه يا رادون؟ ما مفتوحين عيونه، كيف بتكون عم تحمي عيونك من المي المالحة؟ فرجيني؟ ايه لا عن جد ما انتبهت. ما انتبهت؟ هلا انتبهت؟ ايه ايه. وشو استنتجت؟ انه ما بيزبط هيدا. انه ما بيزبط هيدا ومش نافع، بدك تجيب ماسك تاني، ماسك خصوصي. خلص. مش مشكل مش مشكل. مش عارف انه اليوم رح مش اليوم بالاحرى بكره. ايه ايه خلص. رح نغطس ونشوف السمك. صح صح صح. كيف رح تعملهم هدول اذا معك هيك ماسك؟ ما معك حق معك حق. وبخصوص المايو. المايو شو عملت فيه؟ هيدا سربريز. هيدا بعد ما كملت لي خياطته شوفوني. يعني مايو على فكرة أنا بلبس أنا بلبس مايويات من السوق للعالم كلها يقولوا هيدا مثل مايو هيدا ماشي. أنا بعمل شيء سبيسيال لرادون. ما حدا غيرك لابسه. ما حدا. طيب إذا كان حلو بتخيط لي شوفوني واحد منه لإلي. إيه بس مش نفس الألوان من هلا عم بقلك. أوكي غير لون، أنت أي لون؟ أنا قوس القزح. كل الالوان. طب شو تركت له؟ ولا شيء. مهضوم الي. منيحه منيحه منك الي. ليك خليك هون اذا بدك انا لازم فوت لاقي حل للماسك تبعي. يعني شو رح تلاقي له حل؟ ما في حل. بدك تودي له هيدا الماسك وتجيب ماسك ثاني خصوصي للبحر. انا بقول لك شو هلا بحطه بكيس نايلون وبحطه عيوني هيك المي ما بقى بتفوت بعيوني. مهضوم الي. مهضوم ما بضحكني ليلي. مهضوم مهضوم. مش معقول رادون نام بجيب اخباره وبيعيش الدور على الاخر كمان. Maman, je t'aime tant.
عم نحكي بحلقتنا عن القناع أو الماسك. أنا جاي بهيدا الماسك من إيطاليا. أنواع الماسك كتير مختلفة ورح فرجيكم شوي صور كمان لقيتهم على الإنترنت. فيكن تشوفوا إنه الماسك بيقدر يكون على الوجه كامل أو على نص وجه، بيقدر يكون أبيض أو بيقدر يكون أبيض وأسود أو ملون كمان حسب لشو عم بيستعملوا. فإذن الماسك مشهور من زمان كتير كتير، ونحن بنعرف إنه بنلبس ماسك أعياد مختلفة مثل مثلاً الكرنفال أو كمان عيد البربارة. وكتار من أصحابنا بالعالم كله بيقدروا يعملوا هن الماسك تبعهم ويعملوه من مواد مختلفة. فإذن حلقتنا اليوم بتحكي عن الماسك، بس كتار منكم بيبعتوا لنا صورهم، أوقات بيكونوا متنكرين ولابسين تشيب البربارة وأوقات لا. كفوا بعتوا لنا كل هالصور الحلوة تنقدر سوا نشوفكم نتعرف عليكم ونربحكم هدية. اليوم رح نفتح صندوق بريد ميني ستوديو ونشوف مين معنا رح يربح هدية. عندي صورة لماريا شربل ناضر. ماريا مهضومة كتير، لابسة شابو، أكيد منا لابسة ماسك. ببعت لها بوسة كبيرة ومنقول لها مبروك لأن رح تربح الهدية اللي رح نشوفها هلأ سوا. مبروك لك ماريا. مبروك، الهدية هي لعبة حلوة كتير تقدمت أبو شبكة. مبروك لألكن، الهدية هي ساعة حلوة كتير تقدمت بيير روجيه. نور الشوباسي، عمرك 5 سنين، نتمنى لك سنة حلوة. مبروك، كيدز تينز جايد هو هديتكم لتقدروا تعرفوا وين فيكن تروحوا وشو فيكن تعملوا بلبنان. مبروك، ربحتوا معنا بطاقة تقدروا تقصوا شعركن عند بيكسلز هير سالون. Ministudio. Ministudio. Ministudio.